الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد تحية، ومن خلال متابعتك طبعا لهذه المنافسة يعني غير المسبوقة في هذه الانتخابات الأشهر، طبعا السباق الانتخابي الأشهر في العالم، لما للانتخابات الأمريكية من تأثيرات ليس فقط على الداخل الأمريكي ولكن في جميع الأصعدة، سواء السياسة الدولية وكذلك أيضا الاقتصاد العالمي، من وجهة نظرك المتوقع في ملف السياسة الخارجية من مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكذلك أيضا كاميلا هاريس؟ تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد الإدارة الأمريكية القادمة أمامها اختبار صعب على صعيد الملفات الخارجية. نحن نتحدث عن 4 ملفات في غاية الأهمية، تمثل بؤر الصراع الآن على خريطة الصراع الدولي، ما يتعلق بشرق أوروبا، ما يتعلق بالشرق الأوسط، ما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، وأيضا حتى منطقة الساحل والصحراء الأفريقي، كلها مناطق اشتباك تتداخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدد أيضا هذه النقاط مستقبل تموضع الولايات المتحدة الأمريكية على خريطة الساحة الدولية في ظل متغيرات دولية تشكل العالم من جديد. إذا مصير تموضع الولايات المتحدة الأمريكية دوليا ومصيرها في كونها تصبح هي القطب الأوحد أو لا في الفترة القادمة مرهون في الحقيقة بإدارة الملفات الخارجية، طبعا ليس فقط على صعيد هذه النقاط الخاصة بالصراع في العالم ولكن حتى على صعيد أيضا الدبلوماسي والسياسي. يعني إذا أتت الإدارة الجمهورية برئاسة دونالد ترامب فنحن نتحدث عن سياسات الصفقات التي تعتمد طوال الوقت على عقد الصفقات، وهنا بيحدث نوع من أنواع الخلافات الفجة إذا جاز التعبير، لأن هذا ظهر على صعيد حتى العلاقات الأمريكية الأوروبية. الجميع يتذكر التلاسن الذي حدث ما بين دونالد ترامب وماكرون، ويعني الصدع الذي حدث بين الدولتين وغيرهم حتى من دول أوروبية. و أيضا على الصعيد طبعا الآخر بنرى هذه الأمور تتداخل في الحروب الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. إذا سوف نتحدث عن صدمات مباشرة، هذه الصدمات ربما أيضا يعني لا تحقق الأهداف كما يتوقع ترامب. على الصعيد الآخر إذا أتت كمالا هاريس فنحن نتحدث عن سياسات الموائمات، يعني الديمقراطيين بالسياسة الكلاسيكية التقليدية القديمة دائما ما يعني يفضلوا فكرة سياسات الموائمات، وبالتالي سوف يكون هناك تنفيذا أيضا للمصالح الأمريكية ولكن عبر ربما موائمات سياسية، عبر يعني إدارة الملفات بشكل تقليدي ربما أكثر. وبالتالي أنا أعتقد أن الملفات الخارجية ملفات صعبة للغاية، ولكن تظل أو يظل الملف الخاص بالشرق الأوسط أحد أهم الملفات المؤثرة في مستقبل التواجد الأمريكي فيما يتعلق بالفاعل أو كونها فاعل دولي مؤثر في الخريطة الدولية. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه المداخلة.